هقول لكم بعض الاخبار كده العالميه. الارسنال بيعلن تمديد عقد محمد النني لحتى نهايه موسم 2024. محمد النني اهو كابتن ناصر النني والده في انجلترا، ده ارتيتا طبعا المدير الفني الاسباني للارسنال، والارسنال النهارده اعلن تمديد عقد محمد النني حتى نهايه موسم 2024. رغم ان محمد النني يا جماعه الفتره دي عنده اصابه في ركبته وعمل عمليه وكده، لكن الارسنال متمسك بيه وزودوا عقده او مددوا عقده لمده موسم. دي حاجه جميله جدا جدا. محمد النني عنده 30 سنه دلوقتي ولعب حوالي 155 مباراه مع الارسنال في جميع البطولات، فعنده برضه سي في حلو وتاريخ حلو جدا جدا مع الارسنال. اتمنى له التوفيق، والواحد بيبقى سعيد جدا لما بيشوف يعني الشباب المصري هناك بيتالق في اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي. عندنا محمد صلاح وعندنا النني دلوقتي في الدوري الانجليزي، كان عندنا قبل كده حجازي، كان عندنا تريزيجيه في استون فيلا، ولكن ما شاء الله صلاح والنني الاثنين مكسرين الدنيا. النني كمان النهارده كان ليه تصريحات، قال حققت ما اتمناه اللي انا اجدد عقدي مع الارسنال. هو بيقول انا كان بيتمنى ان هو يجدد عقده وده حصل، الارسنال جدد عقده لمده موسم. بيقول انا سعيد للغايه ومتحمس جدا وعندي عاطفة كبيرة جدا تجاه نادي الأرسنال، النادي اللي أنا بقالي فترة كبيرة فيه وبحبه جدا، والنادي ده أظهرني وشهرني في الدوري الإنجليزي. النني بقاله 7 سنين يا جماعة قاعد في الأرسنال، فإن يكون لعيب بيقعد في نادي كبير زي الأرسنال 7 سنين ده معناه إن النني مؤثر جدا والناس بتحبه جدا هناك، ولعيب إيجابي ومفيد لنادي الأرسنال. خلي بالكم الأرسنال السنة دي متصدر الدوري وماشي بشكل كويس جدا، ويعني فارق في بثلاث نقاط اعتقد عن مانشستر سيتي، ولسه كمان ليه مباراه مؤجله الارسنال في الدوري الانجليزي. امام عاشور ما شاء الله يعني مش عايزين نحسده، متالق مع نادي ميتلاند، لعب ماتشين، ماتش امام سبورتنج لشبونه في اليورو ليج وسجل هدف، وماتش في الدوري الدنماركي وسجل هدف بعد 5 دقائق من بدايه المباراه. فمتالق امام عاشور، و قدر امام عاشور يتالق مع ميتلاند امبارح في اول مشاركه بالنسبه له في الدوري، وفرقته كسبت امبارح 4-0 4-0، وشارك بشكل اساسي يعني بدا من بدايه المباراه، وحتى هناك مدين له رقم 10، يعني مدين له وضعه في نادي ميتلاند الدنماركي وبيعتبره نجم من نجوم الفريق.